ابو عبد العزيز. انا اسالك سؤال، وانت راجل مطلع والراجل اللي تقول الكلام اللي هو يعني زي ما يقول ما يخرج منه المويه. في سبق في فتره من الفترات الاتحاد السعودي طبعا مع رابطه دوري المحترفين مع الرخصه الاسيويه السعوديه اللي هو لجنه التراخيص السعوديه، تعاملوا مع الاهلي والنصر في امور وتم اصدار الرخصه الاسيويه وشارك النصر والاهلي، مظبوط؟ مظبوط. وصدر فيه حق الاتحاد السعودي قرار بعقوبة 300,000. هذه قصة ثانية. ايه ليش قصة ثانية؟ ليش قصة ثانية؟ ما كان المفروض الاتحاد السعودي في اخطاء في اللجنة ذيك الفترة. طيب خلاص يعني، طيب يعني يعني مثلا تذكر ابو عبد العزيز التاريخ كم؟ كان عام كم هذا الكلام؟ 2017 بالضبط 2014 15 ممتاز ابو عبد العزيز. هو يا 14 15 يا 15 16 يعني المهم بغض النظر عن التاريخ، اتكلم على لازم يكون حرص. شوف انا ما برر اداره الاتحاد، انا شفت انا قلت ايش؟ قلت في البدايه حمل الاتحاد حمل اداره الاتحاد، ولكن في امور لازم كمان الاتحاد السعودي رابطه المحترفين تقف مع الانديه. طيب يعني مش الاخطاء لا تقول لها مره واثنين وثلاثه وعشره. طيب وتساعد قد ما تقدر، لكن في النهايه انا اقول لك هذا خطا لاداره الاتحاد. انا قلت من البدايه وقلت هذا خطا يتحمل اداره الاتحاد، لكن زي ما سوت الانديه الثانيه سوي. ما ينفع نعيد نفس الخطا كم لا ما ينفع كمان يعني كمان اسمحت العمليه يعني عمليه كانه الاتحاد هذا يعني ما هو زي النصر والاهلي. مو الاتحاد هذا غير الاتحاد هذاك بعد. لا طيب يعني والنظام يعني غير يعني النظام. ما نبغى الخطا ما ينفع نعيده حبيبي، ما نبغى نكرر الخطا بس كمان انت تساعد على انه الاتحاد طيب زي خالد. ما ساعدت الانديه الثانيه خالد كمل